لو كان العتاب حل ما كانش سيدنا يوسف أصرها في نفسه. كل واحد عارف إيه اللي المفروض يعمله وكل واحد عارف إيه اللي ما كانش المفروض يعمله. لو كان العتاب حل ما كانش سيدنا يوسف أصرها في نفسه، فأصرها يوسف في نفسه ولم يبدها له. سيدنا الشافعي بيقول رحم الله، بيتكلم عن موقف سيدنا يوسف، رحم الله من تغافل، كبر دماغه يعني ما عتبش عشان لأجل بقاء ود أو ستر زلة. ما أنا ممكن لما عدبه أفضحه قدام نفسه، ممكن لما عدبه أعريه قدامي، ممكن لما عدبه أبين له حجمه الحقيقي. أنا مش هعدبه ولا هنتقم منه، أنا هرجعه غريب زي ما كان، هسحب الكريدت اللي أنا اديتهوله. أنا مش هعدبه علشان خاطر هو ألف نظري، أنا مش هعدبه عشان خاطر كنت مصنفه غلط، أنا مش هعدبه لأن الدور اللي كان بيمثله انتهى ورجع لحقيقته اللي أنا ما شفتهاش. تمام.